طيب استاذ محمود شعبان المحامي يعني الى اي مدى وصلت نسبه الجرائم الالكترونيه في مصر خلال الفتره الاخيره وما هي اكثر شرائح المجتمع المشاركه في هذه الجرائم وفي تقديرك اسباب تفشي هذه الجرائم الالكترونيه. هو طبعا ما نقدرش نحصر العدد ل... لان كل دقيقه بتمر في جر... جريمه بتتم مش جريمه جرائم بتتم جرائم اتسعت جدا لانها جرائم من ناحيه لا تعرف الحدود الجغرافيه اصلا يستطيع ان يفعلها ويقيمها اي شخص ولو كان طفل صغير سواء كان متعلما الى درجه التعليم او مثقف بغرض الانتقام او بغيره او بطريقه اللي احنا شايفينها في الحالتين سواء بالنسبه للتشهير او بالنسبه للنصب او السرقه او سرقه الاعضاء او هنبتدي بحاجه جديده الجريمة التي لا تعرف الحدود بالكثافة الموجودة كل شخص كل طفل كل شاب كل امرأة موجود قدامها جهاز الناس مش في ناس كويسة جدا بتستخدمه استخدام مثالي جدا وفي ناس بتستخدمه استخدام سيء جدا في الجريمة خطورته ان زي ما حضرتك بتقول نسبة قد ايه في مصر لا ده نسبة قد ايه في العالم كام مليار شخص يوميا بيستخدمه وكم جريمة تقع الموضوع ده يا ريس حتى بالنسبة للموضوع الأستاذة إيمان اللي اتكلمت فيه مثلا أنا هفوت عليه بس بسنة إن الدول نفسها الدول نفسها لا تستطيع إن هي تتحكم في بعض الأوقات لدرجة إن الولايات المتحدة الأمريكية في فترة من الفترات معينة في تاريخها استعانت بالمباحث الفيدرالية أصلا استعانت بيها على أساس في جرايم معينة بتقع ولازم عشان أقول مدى الخطورة يا ريس في هذا الموضوع نظام مبارك فيه ساهم كتير جدا في وقوعه الانترنت والفيسبوك وغيره. ده معناه ان في خطوره شديده جدا على نظام دوله بالكامل. بالاضافه لكده ان 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 الولايات المتحده الامريكيه اللي إيه ابتدت الانترنت في الاصل كانت بتستخدمه في في ايه؟ لازم نعرف خطوره الموقف في ايه؟ كان زمان كانت بتست... انتدبت مجموعه او شكلت مجموعه من العلماء سنه 69 م. عشان في حالات الحرب وده باختصار شديد في الحرب انها تقدر تعمل تواصل بين شبكات متناثره في انها تبعت رسائل متقطعه في حاله ان العدو يضرب عندهم العدو بتاعهم يضرب وسائل الاتصال العاديه اذا قدروا بخلال الموضوع في رسائل نصيه صغيره انهم يوصلوا الى بعلماء يوصلوا اهميه هذا الموضوع انتشر بقى الموضوع من الحرب الى السلم وزي ما حضرتك قلت في جانب ايجابي اللي هو نشر المعرفه نشر الثقافه وفي جانب سلبي طيب. خليني انا عارف انت معاك كم قضايا كتير انا أوه. عايز اسمع منك القضايا اللي عندك اهم القضايا اللي عندك اهم عشان برضه الناس يبقى عندها ثقافه يعني في هذا الاطار يعني انا عندي قضيه غريبه جدا والله فيها ضحيه الى هذه اللحظه راجل اصلا كان في شغله واتصل بيا وجالي وفي حاله انهيار شديده جدا راح كان في عمله بيقعد 15 يوم في شركه وبيرن لا اصحابه بعد صلاه العشاء هو معدي لقاهم قاعدين قدام الكمبيوتر فبيبص كده لقى وهم يتفرجوا اسف فيلم خارج شويه فبيبص شاف الاطار بتاع المكان لقى انه يعرفه فقرب لقى زوجته مع اخوها بيمارسوا الزنا مع بعض فكان بالنسبه له كانت كانت مصيبه كبيره جدا. المقصود بكده ايه؟ اما اما تدبر الامر وراجع وعرف يعمل هو استخدم الموضوع غلط، اتناوله غلط، جالي انه هو ابتدى ببلاغ عادي جدا قدام النيابه العامه والنيابه العامه ما اتأخرتش راحت عينت المكان وضاهته كان كان مظبوط. بس تناوله كان غلط نتيجه انعدام الثقافه القانونيه بالنسبه للموضوع او ضعف حتى بالنسبه لبعض المحامين انهم يتناولوه ازاي؟ كان لابد زي ما الأستاذة برلنتي أو الفنانة برلنتي أما كانت راحت على طول لازم يروح لوزارة الداخلية في القسم المختص كان يقدم البلاغ ومن هنا كانوا يتتبعوا المصدر ويقدروا يجيبوا بالآي بي اللي هي بصمة يقدروا يوصلوا لها المختصين الظباط الأكفاء جدا برغم قلة عددهم إلا أنهم من الامتياز العالي، كانوا يقدروا يتتبعوه ويقدروا يوصلوا إلى الخط التليفوني أو حتى السايبر أو أي مكان وهيقدروا يجيبوه. هما ابتدى في في وضع غلط، ترتب على كده نتيجه الخطوره. ايه السبب؟ الجريمه بقى، الجريمه ان طلعت زوجته مع اخوها بيعملهم اعلانات للدعاره. وده من انواع الترويج بالنسبه للبشر. دي دي نوع من انواع القضايا. الراجل ده ما استعمل الموضوع غلط ولدرجه اللي انا عارفه كويس جدا. للاسف الشديد انا ما لإنه هو انقطع وبعد كده اتصل بيا في فتره اخيره. للاسف الشديد انه اما ابتدى بالطريق المخالف للطريق المعروف والمعتاد المحضر اصلا اتحفظ. <ممم> طيب دي تانية التانية <ممم> قضيه قضيه القضيه الثانيه المهمه قضيه تجارب اعضاء بشريه. صديق ليا شخصي جات له جات له ايميل ان هو حب يدخل يعمل يحسن دخله فدخل في موقع بتاع التوظيف فحط بياناته فجهه اللي هي الوسيطه اللي هي محطوطه بلا رقابه طبعا لا دوليه ولا عادي. بيانات واتصلت بيه جهه وابتدوا يراسلوا بعض. قالوا تعالى اشتغل في انجلترا بمرتب 5000 جنيه استرليني في الشهر في احد الفنادق. وقالوا له احنا هنبعت لك شهرين مقدم. م. يعني 10000 جنيه استرليني في الشهر. الولد بعت الاوراق وعمل توقيع الكتروني على استماره وفي اخر لحظه اخر لحظه استرعى انتباهه حاجه واحده بس ان الايميل مكتوب فيه بات ما فيش اتياه ولا مكتوب ات اسم الاوتيل فدخل قال آه اللي هو بيعرف انجليزي كويس فدخل آه اسم الاوتيل جابه واتصل بيهم قال لهم انا فلان المرشح لكذا قالوا لي ما فيش اصلا وظائف عندنا طب ايه الموضوع حكى لهم هناك طبعا تتبعوا الموضوع كويس جدا قبله ان هو كان هيتعرض الى آه اتجار بالاعضاء البشريه وكان هيتقطع وما كانش هيبقى له وجود وانا ارى يا دكتور ان في عشرات بل قد يكون المئات تم استخدامهم في هذا الموضوع في حالات تانية اللي هي تركيب الوجوه بال... يعني جو سيدة محترمة يصوروها يقدروا ينعم تطعم وجهها ويحطوه في وضع مخل بالأداب ويبتدوا يبتزوها ويبتدوا يشهروا بيها الحمد لله ان جت هنا حاجه بسيطه مم. تشهير حقيقي وطبعا حضرتك يعني زهر او ياخدوا الوش ويركبوا آه على جسم وش ده مش كده وبس وبيحطوا ارقام تليفونات اخواتها لو نكاية بيهم اعرف سيده سيده محترمه جدا اتعمل فيها نفس الحكايه اخواتها هم قاعدين لقوا تليفونات بتجيلهم هم الاثنين من دول عربيه ومن عالم كله وعمالين بيقولوا لها طب يلاقوا نغمه قران او نغمه دينيه انت ليه ليه بتشغل, بتشغل القران وبتاع أختك او انتوا في الدعاره وبتاع دعاره ايه يا جماعه فابتدى يقعوا للموضوع دهوت وكان الاهم اصحح المصيبه دي ازاي يعني الناس دي بتعمل ايه يعني سمعه واحده تم تدميرها بالكامل دي من خصوصا ان اغلب البنات الحقيقه بيحطوا صورهم على الفيسبوك وبيحطوها س... وعلى الانستجرام والحاجات دي كلها وفي برضو سيده محترمه جدا اسمها مش عارف الهام اتصلت بيا النهارده اتخذ منها 600000 جنيه اه. الست دي عملت عمليه في معدتها وتصومين. وعملت مش يعني مصمين. اتعرض بيتها للخراب حالتها النفسيه اتدمرت سرقوا منها ازاي لا لا نفس الطريقه بتاعه اللي هو بتاعه الشركه, الشركة بتاعت التسويق اسمها رئيس التسويق الشبكه والهرم ده نوع من انواع النصب النصب بيستعملوا ايه يا مثلا فرد ذكي جدا ايوه بقى عنده كل بيختار جميل. ضحايا عندهم امال وطموحات وعايزين يحققوا ربح سريع انا اسف ربح سريع جدا وحاجه سهله وهم قاعدين هم طبعا ما يقصدوش كده خالص الناس ناس عليهم بس بيترتب على كده ايه انه في بعيدا عن الضرايب ان هم آه في اثار مترتبه على المشكله الكبيره ديت، فلوس العمله الصعبه مم. بتطلع بره البلد يحصل انهيار في الاقتصاد، وانتوا اللي اتضريتم، وانتوا اللي اتاذيتم، وانتوا ايه تاني قضايا يا استاذ محمود عند حضرتك عايز حضرت على... اقترح الناس ثقافه قانونيه؟ مم. في عندي كان موضوع مهم جدا، واحد في احد دي بقى الرئيس عشان ما فيش قانون بيحكمها مم. فمصر عايز ارجع للحته دي في الاخر. في شخص كان بيشتغل في شركه، فعمل جروب وهو كان ادمن الصفحه هو. انت عارف حضرتك الجروب ان اي حد بيقدر يحط تعليقات جروب مفتوح فلقى ان في واحد اهان رئيس الهيئه اللي كان بيشتغل فيها اهانه معينه على الصفحه اول ما شافها شالها وحذفها بس كان الخبر وصل لرئيس مجلس الاداره بتاعه الراجل ده راجل محترم جدا وكويس موظف فراح ما كان عليه ان هو راح جاي شايل شاي البوست ده و و لغى صداقة الراجل ده من طرده من الجروب او عمل يعني حظر وخلاص وابتدى يقول للناس خدوا بالكم يا ناس انتوا لو حصل لو حصل كده تاني انا هطردكم بتاع اللي حصل ان رئيس مجلس الاداره تقدم الى نفس الشيء ان طبعا لوزاره الداخليه واتخذوا اجراءات صارمه عليه وتم تقديمه للمحاكمه بتهمتين التهمه اصلا ما فيش طبعا جريمه لادمن الصفحات وده انا عايز يعني اقول ما فيش قانون بيحكم جرائم الانترنت الى الان، تخيل حضرتك ان قانون العقوبات اللي سنه 36 هو اللي بيحكم العلاقه دلوقتي في الجرائم الانترنت. مم. طب مين ادمن الصفحه؟ احيانا بعض القضاه الكبار في السن ما يكونش عندهم الوعي العلم الكامل مين هو ادمن الصفحه؟ ومسؤوليته ايه؟ لازم لازم يتم وضع الثقافه القانونيه في الحته دي لابد في مجلس الشعب ان شاء الله يتم اسوة بدول عربية زي الامارات زي الكويت زي السعودية ابتدوا دلوقتي ينظموا تشريعات التشريعات ديت بتغلظ العقوبات انت ترى ان احنا نحن في حاجة الى تشريعات قانونية لتغليظ العقوبات طبعاً في جرائم الانترنت او الجرائم طبعا, طبعاً اخر حاجة على اساس لو واحد غلط في واحد او واحدة في بيننا وبين بعض سهلة مم. انما العالم مم. كله, كله انشروا في الاخر نفس العقوبة عقوبة غرامة او حبس بسيط صحيح, صحيح. حرام طيب. يعني